بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. لتعجيل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، صلى على محمد وآل محمد. الآية الكريمة أو الآيات الكريمات التي مرت على مسامعكم الشريفة هي آيات أوائل سورة القلم. وسورة القلم كما هو الواضح من ترتيبها ومن قصار آياتها هي سورة مكية ومدنية، مكية أحسنتم، لأن آياتها قصيرة، فنعرف أكيد أنها سورة مكية، لأن قلت لك عادة السور المكية تكون آياتها شنو؟ قصيرة. وكذلك هذه السورة الكريمة من جملة السور اللي عندها كم اسم، البعض يسميها بسورة القلم وهو المعروف، والبعض يسميها بسورة نون، أقول لك معنى نون ما هو، والثالث حسب الروايات نون والقلم، سورة نون والقلم. الشاهد على أن هذه السورة سورة مكية تتكلم عن التوحيد وتتكلم عن نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإثبات رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل البدء بتفسير الآيات وإعطاء الآراء وما يفيدنا من العقائد والأحكام، لابد من الإشارة إلى فضيلة هذه السورة، لأن احنا بدينا بداية عليها، ما دام بداية السورة فنأتي بفضيلة أو فضيلتين من السورة. الفضيلة الأولى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: من قرأ نون والقلم، من قرأ نون والقلم أعطاه الله ثواب الذين حسن أخلاقهم. تعرفون هذا حسن الخلق قد بي أجر وثواب هواي، أنا راح أتطرق له إن شاء الله. كثير من الناس عندهم أخلاق، حسن الأخلاق يدخلهم إلى جنة، بالعكس سيء الأخلاق يمكن أن يرديهم إلى النار، راح نتطرق لها إن شاء الله خلال البحث هسه اليوم، لأن أمور اجتماعية وعقائدية مخلوطة بهالآية الكريمة هي ذاكرة. زين،
هذا الفضيلة الأولى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفضيلة الثانية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. يقول الإمام الصادق: من قرأ سورة نون والقلم، أيضا نون والقلم، في فريضة أو نافلة، يعني في صلاة واجبة أو صلاة مستحبة، آمنه الله. منين شو كم أثر؟ آمنه الله أن يصيبه في حياته فقر أبدا، بحياته ما يصير فقير، وأعاذه إذا مات من ظمة القبر. ظمة القبر، وحشة القبر، ضيق القبر، هذا ضيق القبر، ظمة القبر، عصرة القبر. مولانا سورة نون والقلم تنجيك من الفقر في الدنيا وتنجيك من ظمة القبر في يوم القيامة. زين، لكن هذه كلها كل من يقرأها يعني حصل الثواب؟ وأكو جماعة مو خوش أوادم قاعد يقرونها مولانا، أكو ناس موجودة من قاعد يذبح بشر ويقرأ سورة القلم. هم الله إيش نجي مولانا؟ لو بشرطها وشروطها، بشرطها وشروطها. شنو الشرط والشروط مولانا؟ الشرط والشروط العمل بمحتوى السورة. ولا إحنا عندنا آثار السور جدا كثيرة، أكو سورة في القرآن تفيد الأرزاق، أكو سورة في القرآن تفيد الإنجاب، أكو سورة في القرآن تفيد النجاة من النار، أكو سورة في القرآن تنجيك من الزلزال، أكو سورة في القرآن مولانا تنجيك من الحيات والعقارب، أكو سورة في القرآن تنجيك من السرقة، أكو سور هواي. بس هذه السور بشرطها وشروطها، مو كيلوات مولانا، لا، إنما أنا أقرأ وأعمل بمحتوى السورة، مو مجرد بس قراءة، لا، أعمل بما أمرني الله في هذه السورة وأنتهي عما نهاني رب العزة والجلال من هذه السورة. زين، هسه خلصنا مولانا من المقدمة اللي هي فضيلة هذه السورة وتسميتها ومن كذلك مكية أو مدنية. هسه نبدأ بأول آية فيها. الآية بدأت بسم الله الرحمن الرحيم: نون والقلم وما يسطرون. هذا واو، والقلم الواو، هذا يسمى واو القسم، هذا واو القسم، والقسم عندنا في القرآن كثير. زين، الله سبحانه وتعالى يقسم بالقلم، مرة يقسم بالشمس، مرة يقسم بالقمر، مرة يقسم بالليل، مرة يقسم بالنهار، مرة يقسم بالتين، مرة يقسم بالزيتون، مرة يقسم بأنواع الفجر، مرة يقسم الضحى، العصر مثلا، هاي كلها يقسم بها. كذلك يقسم بمن؟ بالقلم. هسه هذا القلم ياهو وما يسطرون، ويقسم بالذين يسطرون بمن؟ يعني بالقلم. يسطرون يعني شنو؟ يعني يكتبون. هذول اللي يسطرون بالقلم شي يسطرون وياهم، وهذا القلم شنو هو؟ هذا القلم يعني هذا قلم، هذا القلم، هذا هذا القلم اللي الله يحلف فيه، يعني هذا القرآن بهاي العظمة وهذا الكيان وهذا الإعجاز، هو هذا القلم يعني الله يحلف فيه؟ لو لا، اكو قلم آخر، او الى معنى او محتوى او مفهوم آخر. خلينا نشوف إن شاء الله. نرجع على كلمة نون. هذه نون ما عندنا سورة في القرآن بدأت بهذه الكلمة إلا هذه السورة، سورة نون والقلم وما يسطرون. شنو هذه نون؟ أكو كم رأي. الرأي الأول قالوا نون من الحروف المقطعة. تعرفون الحروف المقطعة؟ الحروف المقطعة كم سورة تبدأ بالحروف المقطعة؟ من يدري؟ شوية أكثر، 29. أحسنتم، 29 سورة. أحسنتم، ما شاء الله متابعين المحاضرات، هسه مو محاضرات، محاضرات المشايخ الله يحفظهم إن شاء الله، هذه لازم تتعلموها مولانا، هذه الثقافة القرآنية جدا مهمة، يؤكد عليها المنبر الشريف. زين، 29 سورة في القرآن بدأت بالحروف المقطعة: ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، حاميم، حاميم عين سين قاف، ياسين، طه، نون، صاد، قاف. هاي كلها شنو مولانا؟ هاي كلها حروف مقطعة، واضح مولانا؟ هذه الحروف المقطعة شنو معناها؟ ألف لام ميم شنو؟ ألف لام ميم ألم كاتبينها، ألف لام ميم، ها؟ قاف ما تقرأها قي، لا، قاف. نون مو ني والقلم، لا، نون تقرأها كما اسمها، واضح مولانا؟ على اسم الحرف، لأن الحرف يكتب شيء واسمه شيء آخر. هو يكتب اللفظ ماله بس الاسم ماله ألف. هاي الباء تكتب باء، تتلفظ ب، لكن مثلا أبابيل، بس لما تقرأ باسمها ايش تقرأ؟ تقرأ باء، اسمها باء، اسمها ألف، اسمها تاء، فأنت الحرف كنت تتلفظ بمن؟ باسمه، لا كما هو، واضح مولانا؟ يعني ما تقرأ
ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، لا كنت أقرأ ألف لام ميم، كل حرف تتلفظه باسمه. إذن اسم الحرف شيء ولفظة الحرف شيء آخر. في الحروف المقطعة، بس الحروف المقطعة تقرأها بمن ولا بأسمائها، بس بقية الكلمات ذلك ما تقول ذال لام كاف، تقرأها ذلك تتلفظها، لكن حروف المقطعة تقرأ شنو اسمها تتلفظها، مو مجرد لفظ، لا الاسم. زين عرفتوا الحكي ولا ما عرفتوا انتم؟ زين فاكو فرق بين هذا وبين هذا. الشاهد مولانا هذه النون شنو نون؟ الرأي الأول والرأي المشهور عن على أنها من الحروف المقطعة. الحروف المقطعة عندنا سور في القرآن 29 سورة بدأت بالحروف المقطعة. شنو هاي الحروف المقطعة؟ الحروف المقطعة على أصح الآراء، على أصح الآراء بين العلماء وعند الفريقين على أنها رموز بين رسول الله وبين ربه. أكو رموز بين رب العزة والجلال وبين رسوله، هذه الرموز عبارة عن ألف لام ميم، ألف لام ميم راء حام ميم حام ميم عين سين قاف كاف هاء يا عين صاد، هالأمور هذه. إذن هذه رموز بين الله وبين رسوله. هسه هاي الرموز ليش الله جايبها؟ ليش جايبها؟ العرب اتهموا النبي بعدة تهم، من جملة ما اتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جملتها أن هذا القرآن مولانا ليس من الله، هو منين؟ من رسول الله. زين القرآن تحداهم، قالوا فأتوا بسورة من مثله، أول قال فأتوا بقرآن، قرآن جيبوا قرآن، هنوب قال فأتوا بسورة، هنوب قال فأتوا بآية، ما قدروا قرآن ما قدروا، قالهم طوني سورة، سورة ما قدروا طاهم آية، طوني آية واحدة، آية واحدة ما قدروا يجيبون من القرآن، فقالوا هذا سحر، هذا القرآن شنو؟ سحر. ولهذا بليغ العرب، بليغ العرب إخواني اسمه الوليد ابن المغيرة، سامعينه؟ ما سامعينه؟ الوليد ابن المغيرة هذا مات كافر أصلاً، الوليد ابن المغيرة بليغ بليغ بليغ، مو رجال بوكيلوين، لا بليغ حجاي العرب ومتكلم بليغ يعرف اللغة. هذا لما مرت عليه آية من القرآن، زين لما مرت عليه إيش قال؟ قال إن أعلاه إن له لحلاوة. شوف 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 التعبير ماله هو إيش قد دقيق، هو إيش قد بليغ هذا الرجل. قال القرآن لما سمعه قال إن له لحلاوة وعليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق وما هو قول البشر. تعرف إيش قال يعني؟ قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، يعني شنو؟ يعني جيب لك تمر، التمر إيش قد حلوة؟ ها من تاكل تمره تمرتين ثلاثه تقلبك بعد ما بيك، صح ولا لا؟ هسه هاي التمره الحاليه انت تطليها بالعسل شو يصير؟ ما تتحمل بعد، هي حاليه وتطليها بالعسل شو يصير؟ حلا بحلا ما بيك. ها فاذا شوف التعبير ماله، يقول هذا القران له ان له لحلا، هو حالي مثل التمر، ها وان عليه لطلاوة، يعني شنو؟ وفوق أهم شيء مطلب بالحلو يعني بالعسل مثلا، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، يعني كل مثمر هذا كل يعطى، وما هو قول البشر. هذا بليغ العرب قاعد يحكي، هذا بليغ العرب يحكي عن القرآن. فلما شافوا هاي البلاغة من القرآن وما قدروا يجيبون مثل القرآن، إجا جماعة مثل مسيلمة الكذاب سوى إن أعطيناك الكوثر سواها شوية عيب أقرأها نستحي. زين أو مثلا سوى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، سواها الفيل، ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له قرطوم طويل وله ذنب قصير، وسوى له فرد المصاخر هذه. زين أوراد يسوي آيات مثل القرآن لكن شنو؟ خاب وخسر. ولهذا شنو سلاح العرب صار؟ ها من شافوا ما يقدرون على القرآن إيش قالوا؟ قالوا هذا سحر، هذا سحر، محمد جاءنا بسحر. اللهم صل على محمد وعلى محمد، هذا سحر. الله راد يقولهم هذا مو سحر، هذا مو سحر، إنما من نفس الحروف، الحروف الهجائية الأبجدية اللي أنتم تقرونها ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ضاد راء، هذا من نفس الحروف اللي أنتم تتلفظونها القرآن شنو؟ من نفس الحروف، ولا أمر هذا؟ من يعني نفس الحروف اللي أنتم يا عرب تستخدمونها، أنا استخدمت هذا القرآن بيكم خير وتجيبوا مثله. ولهذا شي يقول ألف لام ميم،
يعني هذا القرآن متشكل من الألف واللام والميم، حام ميم نفس الحروف، من حام ميم، من عين سين قاف، من كاف ها يا عين صاد، من يا سين طه طه، واضح مولانا؟ من نفس الأحرف اللي تتلفظها العرب، إذا تقدرون من نفس الأحرف جيبوا كالقرآن الكريم. قدروا ولا ما قدروا؟ ما قدروا، واضح مولانا؟ الشاهد شنو مولاي؟ الشاهد كلمة نون، نرجع إلى كلمة نون. قال نون، نون شنو مولانا؟ قال نون هو من الأحرف المقطعة، من الحروف المقطعة، هذا رأي. الرأي الثاني، الرأي الثاني قال نعم هي من الحروف المقطعة صحيح، بس لها معنى آخر. شنو معناها؟ قال نون في هذه السورة تخفيف من الرحمن، تخفيف الرحمن نون. طبعا هذا رأي جدا بعيد، بس إنه رأي، والعجيب ذاكرين هذا الرأي هواي مفسرين، ترى مو واحد واثنين، هذا الرأي كلمة أنه نون تدل على الرحمن هواي مفسرين ذاكرينه. هسه ما أدري شنو الربط بين الرحمن وبين النون، ما أدري زين، هسه يمكن اكو ربط انا ما ادري بيه زين، ولا ذاكرين هم ما ذاكرين. فقالوا الرحمن علم القران، خلق الانسان، لما بدا بالرحمن والرحمه، هذه السوره ايضا كلها رحمه، ما دام كلها رحمه فهاي نون تخفيف الرحمن، نون يعني الرحمن. كم راي صار؟ رايين، الراي الاول الحروف المقطعه اللي هو الاصح، الراي الثاني نون الرحمن، الراي الثالث، الرأي الثالث هم عجيب بس لازم نذكره مولانا، بعض الآراء عجيبة. قال صحيح هو الرأي بس ما يرتبط بالبحث. نون قال نون هي الحوت، نون هي الحوت، لأن واحدة من أسماء الحوت شنو مولانا؟ نون. وذل نوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، هذه هو ذل نون يونس عليه السلام، حتى في آية من القرآن يقول وصاحب الحوت، صاحب الحوت زين، صاحب ذا ذو ذا ذي، واضح مولانا؟ النون الحوت، وذل نون يعني وصاحب النون اللي هو صاحب الحوت. فايش قالوا؟ قالوا النون ماذا؟ النون هو الحوت. كم راي صار؟ ثلاثة، نعطي أربعة كافي، عندنا ستة، نعطي أربعة كافي زين. الرأي الرابع، الرأي الرابع قال لا، نون هو اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ تدري شنو؟ اللوح المحفوظ كتاب بالقرآن، عنده عدة أسماء في القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، اسم اللوح المحفوظ، إلى اسم آخر ونعم إلا في كتاب مبين، الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ، في اسم آخر وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، حسب الظاهر إمام مبين اللوح المحفوظ، بس حسب الباطن هو علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وشرحناها العام بشكل مفصل، واضح مولانا؟ إذن هذا اللوح المحفوظ كم اسم إله؟ هذا اللوح المحفوظ كتاب، علمه عند الله، فيه علم ما كان وما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة، هذا اللوح المحفوظ. فكلمة نون تدل على اللوح المحفوظ. كم رأي صار؟ أربعة كافية، هاي الأربعة كافية، بعد اثنين خاف نطبيها في بحوث أخرى يعني زين. إذن نكمل الآية، نون والقلم وما يسطرون، كم قسم؟ لا هو أربعة زين، نون هو مو قسم، نون انتم دارسين اللغة العربية اكيد، لا تخلوا اشرح من البداية مولانا، احنا عندنا حروف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء زين، بالله والله تالله، اكثر حرف مستخدم التاء ليستخدم فقط للفظ الجلالة بس، ما تقول مثلا بالله احلف يقول لك تل حسين، ما عندنا تل حسين، لا تل قرآن ما عندنا، تالله عندنا، حرف التاء لا يستخدم الا للفظ الجلالة قاعدة زين. عندك الباء والواو عامة بالحسين مثلا بالقرآن بالله يصير، عندك الواو أشهر لفظ قسم الواو، ولهذا وعلي مثلا والحسين مثلا والقرآن يصير، ولهذا في القرآن أغلب القسم في القرآن بما بالواو، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، 11 قسم، والتين والزيتون، وطور وهذا البلد كله واو واو واو، شوف مولانا هذا كله قسم زين، نون بها واو مو قسم زين، بعد
والقلم هذا قسم واحد، وما يسطرون، كم قسم؟ اثنين. اذا قسم بالنون وقسم باللي يسطرون بالقلم يكتبون يعني. هسه هذول ياهم اللي الله يحلف بيهم، اذا هذول الناس عظماء اللي الله يحلف بيهم، اذا مو عظماء الله ما يحلف بيهم. ها اذا الناس، وانت مره تحلف بشيء مقدس عندك، انت ما تعرف مثلا انا اقسم مثلا بفلان مثلا، انت فلان ما له قيمه عندك، شلون تعرف بيه انت؟ ها لكن لما اكو واحد قيمه عنده لك بقلبك، شو تقسم بيه؟ صح ولا لا؟ الله يقول والقلم، شنو هذا القلم اللي الله يحلف به؟ هذا القلم مولانا وما يسطرون ياهم. الرأي الأول، الرأي الأول قالوا القلم هنا تعبير مجازي عن العلم، تعبير مجازي عن من؟ عن العلم. والعلم إلى قيمة لو ما له قيمة؟ طبعا إلى قيمة، إلى قيمة. العلم أصلا إحنا جالسين ببركة العلم. التاريخ، التاريخ قاعد إحنا عندنا التاريخ نوعين، عندنا الحياة البشرية نوعين، عندنا ما قبل التاريخ وعندنا ما بعد التاريخ. ما قبل التاريخ الإنسان ما كان يعرف ويدون وينقل تجاربه إلى الغير، لكن ما بعد التاريخ كان الناس تنقل تجاربهم لمن؟ إلى الأجيال اللي جاية. هذا علم، علم 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 إلى أن تطور. واضح مولانا؟ الآن إحنا عندنا العلم متطور بالنسبة إلى 100 سنة، العلم متطور لما متطور 100 سنة، قبل 200 سنة هم متطور. هسه الشباب الأجيال اللي يجون بعد 100 سنة علمهم يتطور أكثر من عندنا. هذا العلم، ولهذا قيمة العلم شنو مولانا؟ قيمة العلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلم حياة، العلم هاي رواية، الثانية العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، اثنين الثالثة العالم حي ولو كان ميتا، والجاهل ميت وإن كان حيا. الإمام علي عليه السلام قيمة المرء، قيمة الإنسان، قيمة كل إنسان بفلوسه، ها بمقامه، بشكله، بهيكله، بجماله، بسيارته، ببيته، ها لا لا لا، قيمة المرء، هاي روايات من أهل البيت هذول المدرسة، قيمة المرء ما يعلم، قيمة كل إنسان قدمه بقد علمه ودرايته وأدبه وثقافته، مو قيمته بأمواله ولا قيمته بكذا، لا 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 لا. أيها الفاخر جهلا بالنسب، إنما الناس لأم ولأب، هل تراهم خلقوا من فضة أم حديد أم نحاس أم ذهب؟ ها أنت الناس شلون تقدر هذا مخلوق من ذهب، هذا ما تقدره من حديد مثلا؟ ها لا، زين، بل خلقوا من طينة، كل احنا شوف كذا من الزغل، بل خلقوا من طينة، هل سوى لحم وعظم وعصب؟ كان فخر المن، إنما الفخر لعقل ثابت وحياء وعفاف وأدب، هذا اللي يمثل العلم. واضح مولانا؟ ولهذا لقيمة العلم الله يحلف بمن؟ بالعلم. القلم تعبير مجازي عن من؟ عن العلم، لأن يعني عادة يقول فلان مثلا هو هذا فلان قلم، فلان قلم يعني هو قلم يعني؟ لا، إنما فلان قلم يعني شنو؟ لعلمه، زين؟ يعني عنده علم، زين. نون والقلم، العلم هو القلم، وما يسطرون، الذين يسطرون بالقلم ياهم، إذا القلم علم ياهم ذكور الذي يسطرون العلماء. واضح مولانا؟ الله يقسم بالعلم ويقسم بمن؟ بالعلماء. واضح مولانا؟ العلماء هسه العلماء كذا بعد سلسلة مراتب من الأعلى إلى الأدنى، الأنبياء كلهم وهذا التسلسل، هذا الأئمة الأطهار كلها، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أقروها صحيحة مو بالخطأ، يعني العلماء يخشون الله مو الله يخشى العلماء. زي مولانا هاي العلماء بعض مولانا فبعض المفسرين الراسخون في العلم، قارينها بالآية، الراسخون في العلم ياهم، الراسخون في العلم ياهم العلماء في القرآن، العلماء في القرآن على أصح الآراء وعلى أصح الروايات هم محمد وآل محمد. فإذا شو يقول؟ يقول القلم العلم وما يسطرون العلماء، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، الرأي الثاني قال لا، والقلم وما يسطرون، مولانا وما يسطرون ملائكة الحساب والكتابة، هذول اثنين، احنا عندنا اثنين ملائكة، كل واحد من عندنا عدة اثنين ملائكة، هذول يسمونهم عتيد ورقيب. رقيب ليش يقولوا له رقيب؟ رقيب يعني راقب، مراقبة عنده، متشيكك عينه ما تروح منا شو سوى انت؟
ولو إشارة واحدة، ولو صفير، ولو غمزة واحدة بالعين، ولو حركة بسيطة كتبها. وين تروح؟ ماكو، كتبها عليك. زي مولانا هذا رقيب، يعني راقبك. عتيد، شنو معنى عتيد؟ عتيد بمعنى المهيئ الجاهز للكتاب، يعني القلم بيده هكا، بس تحكي كتبها، بس تسوي شيء ما يفوت شيء. يسوون كتاب يسمونه صحيفة الأعمال، يسمونها صحيفة الأعمال. هاي صحيفة الأعمال ينطونك إياها في تطائر الكتب، الخير يأخذها بيمينه والمخير يأخذها بشماله. لما يقرأ الخير المؤمن الذي يأخذ كتابه بيمينه، هو يفتح كتابه ويقرأ أنه هذا مصلي حضر المجلس هنا في الحسينية، حسينة العلوية ببرباب، سجلت إلى من الثواب والأجر وكذا. بنفس الساعة هسه جماعة قاعدين بالمجالس، وجماعة قاعد يفترون على البحر، ها؟ صح ولا؟ في محرم يوم عاشوراء ناس مولانا تشترك مجالس، وناس تايهم بالشوارع وبالقهاوي ومننا مننا. زين، ذاك وياك أنت نفس الأجر؟ طبعا لا، الله عادل. واضح حبيبي؟ فإذا هاي صحيفة الأعمال. أبو الميمنة بدون ما الله يقول له يفتح كتابه يقرأ. أبو الميسرة اللي يأخذ كتابه بشماله، يأخذ الكتاب شو يسوي؟ يضمه، ها؟ أقرأ ماكو، أقرأ ماكو، يخاف يجي النداء الإلهي، اقرأ كتابك، أمر اقرأ، أمر اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اليوم أنت تقرأ الكتاب وأنت تحاسب نفسك. أنت شوف أعمالك شو مسويها، أنت تنسى الأعمال اللي سويتها بس الله ما ينساها. فدير بالنا مولانا، خلينا ندير بالنا، ما دام النفس يصعد وينزل، وما دام العين ترى، وما دام الحياة موجودة، علينا بالاستغفار والتوبة. حتى اللي ما عنده ذنب، حتى اللي ما عنده ذنب، الإمام علي شو يقول في دعائكم؟ اللهم اغفر لي كل ذنب. عجيب، علي بن أبي طالب عنده ذنوب مولانا؟ ما عنده ذنوب، بس علي بن أبي طالب الطاهر المطهر الإمام الأوحد وهذا العظيم يقول اغفر لي كل ذنب أذنبته، وما عنده ولا ذنب واحد، مكروه واحد ما مسوى علي بن أبي طالب. فإذن التوبة للمؤمن ولغير المؤمن، نتلاحق لا نسوف التوبة. يلحق أبوي بعد عدل، يمتى ما أبوي يموت أنه أنا أموت الله كريم، جدي بعد عدل، لما نجدي يموت أنه أبوي يموت أنه أنا أموت هم الله كريم، يريد لي فات 50 سنة. لا لا تغش نفسك، هسه المقابر ثلثيها الشباب، دير بالك. زين، الشاهد مولانا سار، والقلم وما يسطرون، العلم والعلماء. الثاني شنو مولانا؟ الكتاب الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شنو؟ شهودا علي مع جوارحي. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث هم نطرح من باب إكمال الفائدة، خاف أحد يقول لي شيخنا كوراي ما ذكرته. الرأي الثالث قال لا، إنما كتاب الوحي، الملائكة الذين يكتبون الوحي. زين، لأن هذا الوحي ينزل على الأنبياء فيكتبونه علما بالكتب السماوية، كتب سماوية اللي هي الكتب المعروفة مثل التوراة والإنجيل والزبور. الله يقسم بالملائكة الذين يكتبون الكتب السماوية الإلهية. هذا رأي ضعيف الأخير، بس الرأي الأصح العلم والعلماء. زين، نكمل الآية. إيش قال؟ نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بنعمة، هاي باء يسمونها باء السببية أو المعية، يعني ما أنت بسبب نعمة الله بمجنون، ما أنت مع نعمة الله بمجنون. هسه لو سببية لو معية، صاي بعد ما أدري عرفتوها لو ما عرفتوها مو مشكلة، حكيناها الواحد اللي يدري بيها باللغة. زي مولانا، هذه اتهم النبي بالجنون، صح ولا لا؟ لما اتهموا النبي بالجنون الله رد عليهم. أكو بعض التهم إجت لرسول الله، الله تكفل بالرد عليهم. إيش قالوا للنبي؟ قالوا له مجنون، وإنك لمجنون. آية قرآنية ترى، خاطبه النبي وإنك لمجنون. الله رد عليهم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هم مجنون أنت، هاي واحد. الثاني إيش قالوا للنبي؟ قالوا له لشاعر مجنون، أنت شاعر. إيش قالهم الله؟ الله دافع عنه، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. شو الحكي قد حلو. زين، هاي اثنين. الثالث ايش قالوا له؟ قالوا له لست مرسلا، انت تقول انا رسول، لست مرسلا، انت مو رسول. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، انت مو رسول. الله رد عليهم، ايش قالهم؟ قالهم ياسين والقرآن الحكيم
إنك لمن المرسلين، يحكي وحدهم إنك لمن المرسلين، ما عليك الله يشهد بأنك أنت من المرسلين. إيش قال؟ صار ثلاث، قالوا له مجنون، الله رد عليهم. قالوا له شاعر، الله رد عليهم. قالوا له شنو؟ لست مرسلا، الله رد عليهم. الرابع قالوا له أبتر، ها الله رد عليهم. قال لا، إنا أعطيناك، يعني الخير الكثير، هي الزهراء من مصادقها، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك، اللي قال لك عدوك ذاك، إن شانئك هو الأبتر، مو أنت، هو الأبتر. وبالفعل وانا سوان سوان جماعته ماكو زين. هاي كلها دفاعا من عن رسول الله. بعد قالوا للنبي، قالوا للنبي أنت قد ظل وغوى، رسول الله ظل وغوى، الله رد عليهم. إيش قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى، شنو؟ ما ظل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. إذا شنو؟ الله بنفسه يتكفل بالدفاع عن نبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قالوا أنت مجنون، الآية ردت عليهم. إيش قالت لهم؟ ها، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هاي نعمة الله. شنو هاي نعمة الله؟ ما أنت بنعمة الله، ما أنت بنعمة ربك. شنو هاي نعمة ربك؟ بها رأي رأيين، اثنين كلهم صحيحة. الرأي الأول قالوا بنعمة ربك، نعمة الله هي النبوة، نعمة الله هي النبوة، الله جعلك نبيا وأنت لست بمجنون بهذه النعمة الإلهية التي أعطاك رب العزة والجلال. ها؟ هذا الرأي الأول. الرأي الثاني نعمة ربك، لا، نعمة ربك نعمة الله هو القرآن، ما أنت بنعمة ربك هو القرآن، فأنت لست بالقرآن بمجنون. هسه النبوة للقرآن اثنين صحيحة، هذا من ظاهر القرآن، بعدنا ما وصلنا للباطن. احنا هذا الحكي، ترى الآية كلها جايبها، كلها جايبها بدك تصلها بيهم سلام الله عليهم. بس أنا هذا ترى كل منابري الآية نشرحها ونستفيد من عدها وناخذ المغزى وناخذ الغاية والهدف نتعلمها، بس كنت ترتبط بيهم مولانا، كنت ترتبط بهم زين. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، بعد شنو مولانا؟ وإن لك لأجرا زين غير ممنون، أجرك غير ممنون يعني غير منقطع. ها؟ ليش غير ممنون؟ ممنون يعني غير منقطع، ممنون يعني القطع، غير ممنون يعني غير منقطع. ليش؟ لأن عادة إن المن ممنون من المأخوذة من المن، المن شو يسوي؟ يقطع البركة، يقطع الأجر. ولهذا شو يقول القرآن؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ينطي صدقة يومية عينك عورة، طيتك هالقيد باكر، طيتك هالقيد بعدها، طيتك هالقيد، الله يقطع عنك الأجر، خلي غطيت خلاص اسكت زين. تريد تمن؟ لا سوي، أنا سويت لك، أنا سويت لك، أنا سويت لك، هاي الأنانية والمن شو سوي؟ تقطع البركة. ولهذا يسمونها من، مأخوذ من القطع. إن لك لأجرا غير ممنون يعني غير مقطوع يا رسول الله، أجرك شنو؟ مستمر. ها؟ وإنك لعلى خلق عظيم. بعد هذا تحتاج إلى شرح. خلق النبي لا تعد ولا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعم الأخلاق بعد. ها؟ بس إحنا ما نلحق هاي. وإنك لعلى خلق عظيم، خليها غير محاضرة أشرحها، لأن ما تفوتني علي بن أبي طالب سلام الله عليه، خلينا عندي حكي بيه زين. هذه الآية شنو ربطها بأهل البيت؟ أنت جبتها، جزاك الله خير شيخنا وتعبت، بس شنو ربطها بعلي بن أبي طالب وبي أهل البيت؟ لا، ربطها واضح مولانا. شنو مولانا هذا؟ أجوا الجماعة، ينقل جابر ابن عبد الله الأنصاري، لما نصب رسول الله علي بن أبي طالب سلام الله عليه، نصب علي بن أبي طالب وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وقال الفضائل عن علي بن أبي طالب اللي البارحة ذكرنا فضائل علي بن أبي طالب، قال علي أقضاكم، علي أصدقكم، علي أعدلكم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، علي خير البشر ومن أباه فقد كفر، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، علي 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 كل علي. الناس قالوا ما يصير يا رسول الله، علي 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 كل علي ما يصير. ها؟ صار عندهم شوية من الحسد والغيرة. ها؟ إيش قالوا؟ قالوا افتتنا رسول الله بابن عمه علي، افتتن، انفتن به. ها؟ وجن بابن عمه علي. ها؟ الله أشار لهذا المعنى. إيش قال؟ قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، نعمة الله نعمة ربك ياهي. ليش؟ وين الآية؟ سورة مائدة عندنا تؤكد ذلك. نعمة الله زين معروفة، بسم الله الرحمن الرحيم ويتم نعمته عليك،
ويتم نعمته عليكم ولأتم نعمتي عليك. زين، هاي كلها آيات. في آية سورة التكاثر، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هاي نعمة الله، نعمة الله، نعمة ربك، النعيم. هاي شنو مولانا؟ كل هاي النعيم ترجعها إلى سورة المائدة، لما نصب رسول الله علي بن أبي طالب ايش قال القرآن عنه؟ اليوم أكملت لكم دينكم، بل أن تقرأها، وأتممت عليكم شنو؟ نعمتي. إذن ولاية علي بن أبي طالب شنو؟ نعمة منين؟ من الله. ولهذا لما نقول إحنا بسم الله الرحمن الرحيم، نقول علي بن أبي طالب هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ياهو علي بن أبي طالب، لا شك، احكي وذبها برقبتي، احكي ما عليك، بس قول علي. زين، الصراط المستقيم ياهو علي بن أبي طالب. إذا الصراط المستقيم علي بن أبي طالب، الصراط المستقيم الله يقول أنعمته، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمته. منين يعني؟ يعني من الله. يعني الصراط المستقيم نعمة منين؟ يعني الصراط المستقيم نعمة من الله. إذا الصراط المستقيم نعمة من الله، علي بن أبي طالب الصراط المستقيم ليش؟ ها، وأتممت عليكم نعمتي. إذا الصراط المستقيم نعمة من الله، وعلي بن أبي طالب نعمة من الله، فالصراط المستقيم ياهو الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. خلاص، وهذا حبيبي. ولهذا شو تقول هذه الآية؟ تقول ما أنت بنعمة ربك، لأن قالوا له أنت مجنون بعلي بن أبي طالب، أنت مفتتن بعلي بن أبي طالب. الله يقول له ما عليك يا رسول الله، ما أنت بنعمة ربك، يعني بولاية علي بن أبي طالب وبحبك لعلي بن أبي طالب، بمجنون. أنت مو مجنون، هم المجانين. ها، في آخر الآية شو يقول؟ الآية الأخيرة جدا جميل، يقول فستبصر ويبصرون، راح تشوف ويشوفون، بأيكم المفتون. ياهو المجنون، راح هم يشوفون وانت تشوف. هسه وين يشوفون وين تشوف؟ ها، اكو رأيين، البعض يقولون في الدنيا والبعض يقولون في الآخرة، ونحن نقول هم في الدنيا وهم في الآخرة. راح يشوفون من هو المجنون، المجنون العاقبة علمنا السير، ورفعنا لك ذكرك. هاي وين ورفعنا لك ذكرك؟ في الدنيا. الآن أكو أذان سني لو شيعي ما يشب رسول الله؟ سماعات، كل مسجد بي 5 سماعات، منا مولانا صيح أشهد أن محمدا رسول الله. ورفعنا لك شنو؟ ذكرك. ها، فستبصر ويبصرون، شافوا ولا ما شافوا؟ وين العاقبة؟ هل واحد قال وأشهد أن مثلا فلان كذا؟ لا. وشوف بعد الولاية الثالثة، كل المآذن وكل الناس الموالين شو يصيحون؟ أشهد أن عليا ولي الله. اللهم صل على محمد. فستبصر ويبصرون. ها، صار الزود المن والفخر والعاقبة المن؟ هذه في الدنيا، هاي بس في الدنيا، هذه في الدنيا مولانا، هذا رسول الله وهذا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وفي الآخرة شنو؟ في الآخرة عرج رسول الله إلى المعراج، يقول مريت وإذا أشوف صورة علي بن أبي طالب في المعراج، اتعجبت، قلت للملائكة أو لجبرائيل، قلت لأخي جبرائيل هذا ابن عمي علي بن أبي طالب، أهو معي في المعراج؟ قال لا يا رسول الله، إن الملائكة تشتاق لابن عمك علي بن أبي طالب، فخلق الله ملكا على هيئته، كلما اشتاقت الملائكة لرؤيته نظرت إلى هذا الملك حبا وإكراما وإجلالا لعلي بن أبي طالب. هسه احنا ما تفوتنا الرواية اللي انت تعب عليها وكاتبها، لا تفوتنا مولانا، خلنا نقراها. شو يقول الرواية؟ نعم، هذه الرواية في فضائل علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يذكرها مو شيعي، يذكرها صاحب كتاب شرح نهج البلاغة، ياهو ابن أبي الحديد المعتزلي، مجلد التاسع صفحة 170، مو شيعي هذا. شو يقول؟ يقول من سره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول من سره أن يحيا حياتي وأن يموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي، شو يسوي؟ فليوالي عليا من بعدي وليوالي وليه وليقتدي بالأئمة من بعدي. فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهما وعلما فويل للمكذبين. اسمع الرسول قاعد يقول في نفس الكتاب،
فويل للمكذبين من أمتي القاطعين فيهم صلتي، القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي. اللي يقطع صلة أهل البيت، ها؟ اللي يقطع فضل أهل البيت، اللي يشكك في فضائل أهل البيت مهما يكون ومن كان، زين، اللي يشك في فضائلهم، أجيب فضل علي بن أبي طالب؟ شيخنا ما يصير، يعني علي 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 هو قاعد تبالغون، ما قاعد تبالغ أنت، هذا هو فكرة تعبان. زين، لو تعرف علي بن أبي طالب ما شكك في فضائل علي بن أبي طالب وفي هذه المناقب التي قال رسول الله عني: يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا، بس الله وأنا أعرفك، الناس كلها ما تعرفك. زين، شال ليش نشكك بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ اللي يقول عن رسول الله، اسمع هاي الرواية الأخيرة، رسول الله يقول: لو أن الغياض أقلام، يعني الأشجار، لو أن الأشجار أو الغياض أقلام والبحر مداد، الأشجار أقلام والبحر شنو؟ مداد، والجن حساب والإنس كتاب. تسمع لما تسمع بسردة قوية هذه، عجيبة الرواية هذه، تخلي الإنسان يصير عنده عزم. لو أن الأشجار أقلام والبحار مداد والجن حساب والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب. إذا شنو هذا المقام اللي عند علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ المقام شامخ، مقام عظيم. نفس المقام انتقل من علي إلى الحسن إلى الحسين إلى الباقر وهالمجرة، إلى الإمام السجاد وإلى الإمام الباقر وهالمجرة، كلهم نور، كلهم نور واحد، كلهم نور واحد. وأول ما خلق الله ونورهم هو نورهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولهذا كلهم نور واحد وكلهم نفس واحد نفس الشيء، وكلهم خلقة واحدة. ولهذا لما الخيل رد الصدر الحسين، زينب صاحت: أتظن أنكم تدوسوا صدر الحسين؟ لا والله، هذا صدر رسول الله تحت حوافر خيولكم. الله أكبر، أنتم تردون صدر الرسول؟ لا، قاعد تردون صدر الحسين، هذا صدر الرسول تحت حوافر خيولكم. بالفعل مولانا، الخيل رد صدر الحسين وتوجهت، هجت على الحوراء زينب سلام الله عليها، وزينب تنظر إلى الخيل كيف تدوس صدر الحسين، اتوجهت إلى الخيام، صاحت زينب: ريد انشد الخيال المجبلين، أريد أنشد الخيال المجبلين، لعبت على ابن أمي ميادي، أنا ميادي بعد يوي لومات الحسين. الله يا زينب وقفت على ذلك التل، توجهت لجدها رسول الله، جداه يا رسول الله هذا حسينك بالعراء، مذبوح من القفا مسلوب العمامة والرد، يا جدي هذا عزيزك حسين، يا جدي هذا عزيزك حسين، على التربان محزوز الوريد، يا جدي مات 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 محد وقف دونه. الله أكبرها، يا جدي مات محد وقف دونه، ولا نغار غمض له عيون، من عادة الميض الميت يغمضون عيونه مولانا، يسقون ماي يشبلون يديه ورجليه، لكن الحسين يا جدي مات محد وقف دونه، ولا نغار غمض له عيون، يعالج بالشمس مخطوف لونه، يا جدي مات محد عدل رجليه، ولا واحد يا جدي أسلل يدي، أنا بيداي بيداي يا حادي لا تسجب الضعن، والله بيداي بيداي دليل لفقد أبو السجاد، بيداي
يبي يا يدا يريض خل غسل حسين يا أبا عبد الله ريض ريض خل غسل حسين يا ابن أمي بيدي بيداي ودفن لا يضل جسم رمي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم شاء في وعاء في كل مريض يا الله اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أهلنا ذوينا من له حق علينا أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف رحم الله من يقرأ الفاتحة معطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد على جروح